أسعد الله أوقاتكم. سنتحدث في هذا الفيديو عن يوم الأربعاء، وما هو الكوكب الذي يحكمه، وما هي الألوان المناسبة لارتدائها في هذا اليوم. يوم الأربعاء يحكمه كوكب عطارد. الألوان المناسبة لارتدائها في هذا اليوم: اللون الأخضر بجميع تدرجاته، إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وضغط زر الإعجاب حتى يصلكم كل ما هو جديد. شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء.